أفضل صورة بالنسبة لي هي الصورة اللي تقول قصة، اللي توصل الرسالة بدون ما أنت تحتاج تعرف أي شيء ثاني عنها. التصوير يعني، أو خلينا نقول هي مهنة، يعني مهنة تعتمد على الشخص، يعني صاير شغلي تقريبا معتمد علي يعني في كثير من الأشياء. شيء أحبه بس بنفس الوقت قيدني. يعني في شيئين أحاول أطلعهم، أحاول أطلع الشخصية وأحاول أطلع الجمال في الداخلي والخارجي. يعني أسوأ مرحلة مريت فيها في البزنس كانت البداية، يعني طبعا ما حد كان يثق بشغلي، أن ما يبون يدفعون أكثر. ليش يدفعون أكثر من اللي يدفعونه في الاستديوهات الثانية؟ فكان هاي المرحلة اللي كنت أقعد كل يوم وأفكر شلون ممكن أسوي، شلون ممكن أوصل. يعني فهي المراحل الصعبة هي المراحل طبعا اللي تعلمك أكثر شيء. تعلمت منها أن الصبر الصبر أهم شيء، الصبر، وأن دائما تكون مصمم، عدم اليأس، لأنه أي وقت إذا حسيت أنك أيست شوي بتفقد التركيز وبتفقد أي شيء ثاني وما بتنجح. لكن إذا كان دائما عندي بعض الأوقات أقعد لازم أتخيل بابرازي عقب 5 سنوات، أتخيل عقب سنة. فالخيال وايد ساعدني، إن الفيجواليزيشن، قاعد جسد الموضوع، تخيله مثل ما قال ستيفن كوفي، ابدأ ونهاية في بالك يعني. فأحاول إن أشوفها النهاية يعني حلوة وعود كبيرة يعني وفيها نجاح، فهاي اللي خليني إن شاء الله يعني راح أوصلها.